الله ما شاء الله. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة وصفات الأحلام. اليوم غنحضر واحد العصير يعني بالتفاح، كيجي حلو بدون سكر، منافع ديالو كثيره، الطريقه ديالو بسيطه والمذاق ديالو رائع بزاف. يعني غادي نضيف واحد النكهه جديده لعصير التفاح. دابا نخليكم مع المقادير وطريقه الاعداد ديالو. لهذا العصير هذا غادي نحتاج نص سترو ديال الحليب البارد، جوج تفاحات، غادي نحتاج هنا التمر، غادي نحتاج واحد 50 غرام ديال التمر. التمر ما يكونش داك النوعيه القاصحه، يكون النوع اللي كيكون شويه رطب صالح باش يطحن. هنايا غادي نحتاج واحد شويه ديال القرفه. القرفه على حسب، ممكن تكثروها ممكن تقلوها، ولكن كنظن ان 4 معالق كافيه، 4 معالق صغيره كافيه، ومذاق ديالها مناسب لهذا العصير. كناخذ التفاح كنقشرو، يعني ما كنطحنوش بالقشره. كاين شي انواع عصائر كيتناسب معها مثلا التفاح بالقشره، لكن بالنسبه لهذا العصير ما الاحسن تحيدوا ليه القشره ديالو وتحيدوا حتى اللب اللي تيكون فيه من الداخل بهذه الطريقه هذه. ومن بعد كنقطعوه مكعبات صغيورين. بالنسبه للتمر حنا كنغسلوه وكنحيدوا ليه ديك النواه ديالو، في نفس الوقت راه كنقسمو على جوج كنتاكدوا الا كان فيه شي حاجه لداخل اولا. المهم يكون التمر مزيان، يكون نقي من الداخل. دابا من بعد ما سالينا كناخذوا خلاط كهربائي، كنوضعوا فيه التفاح هو الاول، جوج تفاحات اللي استعملنا، قطعنا التفاح، كنوضعوا التميرات ديالنا، وهنايا شويه ديال القرفه. بالنسبه للتفاح والقرفه اللي كيعجبو النكهه ديالهم يكثر منهم، ما كاينش مشكله هادشي. الحليب، ودابا كنطحنوا كلشي، كنغطيو الخلاط ديالنا وكنطحنوا. العصير ديالنا من بعد ما وجد هو الشكل ديالو، نتوما كتشوفوا معايا القوام ديالو، كيجي غزال صحي بزاف. انا انتظر منكم تجربوه وتكتبوا لي في الكومونتير تحت الراي ديالكم. ما تنساوش تشاركوا في القناه وتضغطوا على زر لايك وتنضموا للصفحه ديالنا في الفيسبوك. السلام عليكم.